100 درهم 200 درهم 10 درهم راه الكتابه ديالي ما كيهتمش كيف. الحمد لله سي قربان لاحظ كتب لي واحد 400,000 ورقه ونفرقوا على العيبه. هذه فرصه سعيده باش نتلقاو من جديد ويكون اللقاء مبارك علينا كاملين. ولكن ما ننساوش على ان هذه الارض مباركه نتجت واحد المجموعه ديال رجالات العلم والثقافه والفن، فانا واحد من هذه الرجالات اللي غادي نعطي شويه اللي عطاني الله فزكاه العلم ينفاقوه. فكل مره غندير لهم ورشات في الخط ديال المجوهر ثم المبسوط اللي تيتكتب به القران. وانا رهن الاشاره ديال الجميع كيف ما قلت للسيد النائب على انني رهن الاشاره ديال المدارس العتيقه اللي موجوده في اقليم تارودانت. ومرحبا بكم جميعا وشكرا.